فيلمنا بيبدأ ببنت سمراء وبيفوقها 2 ضباط شرطة وبيعملوها بكل عنف وبيسألوها بتعمل ايه في المنطقة وبتقول لهم انها بتعيش في المنطقة وبيلاقوا انها شرطية زيهم وبيتأسفوا ليها وبيقولوا لها انهم اشتبهوا فيها وبتروح كالعادة عملها تستلم مهمتها وبيكون اسمها أليشيا وبتكون نظرتها للناس مختلفة وان الناس مش زي بعض وانهم مش كلهم مجرمين وبينزل زميلها علشان يجيب قهوة وبتنزل أليشيا تكلم طفل وبتيجي ام الطفل تتكلم مع جورسي وتقول لها مالكيش دعوة بابني جورسي بتقول لها انها كانت بتتكلم معاه عادي والراجل ده بيقول للشرطة انهم حقراء وبيجي يسأل ام الطفل وبتقول له ان الشرطة بتضايق ابني وزميلها بيقول لها انهم من عصابة كين غيستون وبيحذرها منهم وبتدخل تتكلم مع صاحب الماركت وبتعرف ان ام الطفل اسمها ميسي وانها صديقتها وهي بنت صاحب الماركت وبتسألها اتغيرت ليها وبيقول لها ان ليها حياتها الخاصة وبيقول لها انه ملوش دعوة بيها وبتعرف أليشيا ان الشرطة بتاخد اللي عايزاه ومش بتحاسب على اللي خدته فبتحاسب هي مكان زميلها وبتمشي وبيكون جينيفر مروح بيطلبوا منه انه لازم يكون النهارده في مأمورية علشان مفيش حد مكانه وبتقرر أليشيا انها تكون مكانه وتاخد هي المأمورية وبيشكرها على مساعدتها وبتقابل ديكن اللي هتطلع معاه المأمورية وبتتريق عليها زميلها علشان هي جديدة وبيكون في حالة شغف عند الحانة 1630 تنزل أليشيا وديكن علشان يفضل الاشتباك وبتمسك واحد ديكن بيمسك واحد وأليشا بتقول ملوش دعوة لكن بيطلع مسلح وبتتأسف أليشيا لديكن وبيقول لها كان ممكن يقتلك وبتقول أليشيا نعمل ايه في المكان ده وبيقول لها يقابل مخبر سري وبيقول لها انها تستناه في العربية وبتلاقي شخص بيسرع عربية وبتنزل تشوفه وبتنسى تليفونها وبتسمع صوت رصاص ناحية مكان ديكن وبتلاقيه متورط مع العصابة في جرائم قتل وبيشوفوها وبيضربوها بالرصاص وبتقع وبيخليه يجيب الكاميرا اللي معاها وبتطلع عايشة وبيلاقيها هربت وبيدوروا عليها وبتتصل بالدعم لكن ديكن بيتصل هو ويبلغ عنها وبيتهمها انها متورطه في جريمه قتل وبيكلمها رئيس العصابه وبيقول لها يا تختار انها تكون منهم او ضدهم وبيطلعوا عليها الرصاص لكن بتهرب وبيطردوها وبتخبط على البيوت علشان تستخبى عندهم ومفيش حد راضي يدخلها وبيأمر رئيس العصابه يبلغ كل العصابات عنها ما تطلعش من الحي نهائي وبتشوف عربيه شرطه تانية علشان ياخدوها معاهم وبيطلعوا مع العصابه والسبب سمعتهم في اللاسلكي وبتهرب منهم وبتروح لصديقها القديم وبتطلب مساعدته انها تعالج الاصابه وتتصل بزميلها جينيفر وبيحاصروها شرطيين وبتستخبى فوق السطح وبتقابل جينيفر وبتشك في جينيفر انه متورط مع العصابه وبتمسك المسدس وبتخليه يوقف العربيه وبيقول لها ان كل المخدرات اللي بيمسكوها بيكون جزء للشرطه والتاني للعصابات وبتضربه وبتهرب منهم وبتكسر عربيتهم وبتنزل تهرب وبتروح عند ميلو وده الطفل اللي قابلناه مع امه في اول الفيلم وبنعرف منها ان زيرو هو اللي قتلهم وده مجرم خطير وبيكون كل الشرطة متورطين مع زيرو وبيجي واحد شكل محمد رمضان نفس النضارة واسمه دارياس وبيكون اللي قتل اخوه الصغير وبيقوله القاتل ان اللي قتلت اخوك هي شرطية ولازم تقتلها وبيطلب كل معلوماتها ومساعد دارياس بيقوله مصدق اللي بيقوله ليك زيرو وبيرد دارياس انه ما كدبش عليهم قبل كده ويدوروا على أليشيا وبيعرفوا ان أليشيا كانت في اصلاحية والتحقت بالجيش وكانت في افغانستان وملهاش اقارب يعني البنت عبارة عن شبح ما ينفعش يهددوها ولو سلمت الكاميرا للمسؤولين كلهم هيدخلوا السجن وبيروح يشوفوا كاميرات الماركت وبيلاقوها كانت عند مالو وبيروح البيت عند مالو وكانوا عصابة القتيل وبتهرب هي ومالو وبيتم ضرب الرصاص عليها وبتقتلهم ومالو بينقذها وبيقتل واحد هو كمان وبيتخطف مالو من اخوه المقتول وبيعذبوه وبتيجي اخته تسأله ليه تساعد الشرطية ولسه هيقتلوه وبتخبي الكاميرا وبتسلم نفسها للعصابة وبيضربوها وبتقول لدريوس ان اللي قتل اخوك زيرو وانها معاها تسجيل في الكاميرا وهو بيقتله وبتقول له انه بيستغلك وبيطمنها على ماله وبتحصل كارثه للعصابات ان قوات الانتربول جت وبيشوفوا القاتل اخيرا وبيعرفوها بريئه وبينشروا الفيديو على الانترنت وبتيجي العصابات والشرطه تقل كل الموجودين وبتهرب أليشيا هي وماله وبيحميهم دريوس وبيموت وبيقرر ماله ياخد هو الكاميرا ويلبس لبس شرطه علشان يعرف يوصل لهم الحقيقه وبينزل وسط الناس وبيقدر يمشي وبياخد عربية وبيهرب وبيدخل القسم عند أوضة الكمبيوتر وليشا بيتعارك مع زيرو وبيوقعه في الشارع وبتضربه وبتمسك سلاح لكن قوات الانتربول بتوقفها وبيوصل التصوير للرئاسة وبتعرف الحقيقة ويتوقف الأب على أليشيا وبيقبضوا على زيرو وكل أفراد الشرطة وبتكون كشف أكبر عصابة مجرمة ونظفت المدينة كلها وبكده يكون انتهى فيلمنا النهاردة كتبه منتجه منتصر كمال الدين إعداد وتقديم عمر عبد العزيز سلام.